والصلاة والسلام على سيد الرسول الله وعلى كل المرسلين. كل سنة وحضراتكم بخير. تشرف كبير لينا بجمعية رابطة البطن العامة والسكر والغدد الصماء بدمياط والمؤتمر دمياط كارديوفاسكولار اند دايبيتس كونفرنس للسنة سنة المؤتمر رقم 21 لسنة 2020. أرحب من كل قلبي بالجمعية المصرية إن هي تكون عندنا النهاردة. مش هقدر أقول ضيف شرف، ولكن إن هي بارتنر في هذا المؤتمر، وإن هي ليها السبق إن هي تكون متواجدة معنا فترة طول فترة الخمس سنوات السابقة بكل الأفراد الممثلين لمجلس الإدارة بتاعتها. شاكرين ليهم كلهم حسن تواجدهم، وطبعا مش هقدر اقول بس طبعا هقول بس الاسامي الفاضله والعلماء الاكابر: الاستاذ الدكتور سامح بيه شاهين رئيس الجمعيه السابقه، والسيد اللواء دكتور خالد شكري رئيس الجمعيه المصريه الحاليه ونائب رئيس المؤتمر ونائب رئيس الجمعية الأستاذ الدكتورة جميلة ناصر، والأمين العام الأستاذ الدكتور إسلام، والنائب وأخويا الحبيب رفيق الطريق لمدة أكثر من 35 سنة الأستاذ الدكتور حمزة أبيه، ويعلم تماما ذلك إن إحنا هم كلهم في القلب، وهم جمعية القلب المصرية، هم فعلا جمعية القلب المصرية. وأشكر حضراتكم وهترك الميكروفون لمديرية الدكتور طارق سالم ان هو يدير يقدم حضراتكم ويدير الجلسه الاستاذ الدكتور خالد بيه والاستاذ الدكتور حمزه بيه والاستاذ الدكتوره جميله بيه. اتفضلوا يا فندم. ربنا يخليك، احنا متشكرين لحضرتك، نتشرف بوجودك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. طبعا يعني بنتقدم بالشكر الجزيل ومجهود كبير جدا من حضراتكم، واحنا مقدرين جدا لانشغال حضراتكم، ولكن زي ما الاستاذ الدكتور اشرف بيه تفضل ان على خلال السنوات السابقه يعني احنا بنسعد وبنتشرف ان السيكتور والجلسه بتاعه الجمعيه المصريه امراض القلب متواجده معانا ومتواجده بقوه، متواجده بكل رموز الجمعيه، وطبعا كل اعضاء مجلس الاداره فهم رموز لنا جميعا. بنتشرف بوجود الاستاذ الدكتور خالد شكري مدير كليه الطب العسكريه ورئيس الجمعيه،
الاستاذ الدكتور حمزه قبيل نائب رئيس الجمعيه، الاستاذ الدكتور جميل نصر امين عام الجمعيه، الاستاذ الدكتور سامح شاهين استاذ القلب ورئيس الجمعيه السابق، والاستاذ الدكتور اسلام شوقي امين صندوق الجمعيه. طبعا احنا نتمنى ان يكون كل الساده الاساتذه الاعضاء الجمعيه يكونوا مشرفين معنا، ولكن طبعا يعني قد يكون صعب يبقى كل الاعضاء موجودين في 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 ساعه للجمعيه. بنتشرف بوجود حضراتكم وبترك الميكروفون لحضراتكم، اتفضلوا يا فندم. دكتور اشرف بيه، دكتور طارق، I have the honor to share you this conference, this elegant conference. And on behalf of the board of the Egyptian Society of Cardiology, we have the honor to chair in this elegant conference, and hope it will be a great this session. I will share this session with Dr. Hamza Qabil and Dr. Jamila Nasr, and we have two eminent speakers, Dr. Sam Shaheen and Professor Sam Islam Shawi. I will let Dr. Jamila to introduce the past president of the Egyptian Society of Cardiology, the Professor Sam Shaheen. أنا بشكر حضرتك دكتور أشرف طلع على الإنجازات العظيمة، ودايما بجد شرف إن إحنا نشارك مع حضرتك في المؤتمر. برضه نشكر الدكتور طارق، شارك الإنجاز العظيم اليوم، هي الشرف هي من أجل الإنجازي أستاذ الدكتور. محدش يمكن يفرق على طب القلب. كل السادة الزملاء، وسعيد بتواجدي مع حضراتكم في المؤتمر السنوي 21 لرابطة البطنة والغدد الصماء والسكر بدمياط. الحقيقة بحب أشكر أستاذ دكتور أشرف طلعت على الدعوة الكريمة، دايما بيشرفني بالدعوة في هذا المؤتمر، ونتمنى إن شاء الله إن السنة الجاية بقى نكون مع بعض فيس تو فيس وفي مدينة دمياط ورأس البر الجميلة. فعلا من أجمل المؤتمرات اللي احنا متعودين ان احنا نحضرهم مع بعض، فشرفني وجودي النهاردة مع حضراتكم في محاضرة الحقيقة عنوانها هو Very Simple Management of a Patient with Diabetes, Hypertension and Suspected Chronic Coronary Syndrome، وهنتكلم على 10 نقط محددين، عشان كده أنا سميتها The most important 10 steps in the management of a patient with diabetes and hypertension and coronary artery disease.
خلينا نمشي خطوة بخطوة ونشوف إيه العشر خطوات اللي محتاجين إن إحنا نمشي عليهم عشان نوصل لل proper management of such diabetic patient with hypertension and suspected coronary artery disease. Let's start with the case presentation. Mr. Ahmed Muhammad is a 60 years old gentleman presenting with typical anginal chest pain on exertion since few weeks. He is known to be diabetic for more than 5 years and he is an active smoker. On examination, his blood pressure is 150 over 80 millimeter mercury and his heart rate is 80 beats per minute, regular and of no special character. His cardiac, chest, and abdominal examination revealed no abnormal findings. فزي ما حضراتكم شايفين هو عنده 60 سنة وميل وبيشتكي من typical anginal chest pain بقالها أكتر من كذا أسبوع وهو عارف إن هو diabetic ماشي على علاج واكتشفنا إن ضغطه كمان عالي في الـ in this presentation. طيب السؤال اللي بيتبادر الى الاذهان what's the initial step in the management of this patient يعني ايه اول حاجه هنعملها لما يصادفنا هذا المريض اللي جاي العياده وبيشتكي من انه عنده سكر وابتدى يشتكي من chest pain بقاله كذا اسبوع كده مع المجهود هديكوا اختيارات هل نكثف العلاج الدوائي يعني to add something to the treatment بالذات to add anti-ischemic treatment for this patient ولا to do him an exercise test عشان نتأكد من التشخيص هل هو فعلا ده chest pain ولا لأ ويعني anginal chest pain ومع ECG changes مع الاكسرسايز بقى ولا لأ ولا نعمل ECG simple ECG resting ECG وecocardiography وbiochemistry ولا نعمل nuclear exercise test يعني exercise test with imaging اللي احنا بنسميه SPECT أو multi-slice CT for coronary angio يعني أشعة بالأشعة مقطعية بالصبغة على شرايين القلب التاجية ولا نختصر القصة دي كلها ونبعته لكارديولوجيست في القاهرة أو في دمياط بعد دلوقتي في دكاترة قلب هايلين ممكن يعمل لنا coronary angiography تفتكروا ايه الـ the best initial step in such a patient. الخطوات اللي جايه دي مبنيه على الـ recommendations of the European Society of Cardiology guidelines فبيقول لك ان step one is to assess the symptoms and perform clinical investigations and to assess the patient's complaints بحيث ان انت تطلع او to exclude unstable patients اللي هو العيان بقى اللي هو كان ماشي كويس وبعدين بيجي له chest pain بس مجرد ما يطلع درجتين ثلاثة سلم أو بيجي له chest pain at rest ده مش تابع المحاضرة دي بنتكلم بقى على unstable angina أو acute coronary syndrome عايزة قصة تانية مختلفة احنا النهاردة بنتكلم على patient with stable chronic coronary syndrome فلو هو العيان عملنا له good assessment واتضح ان هو chronic coronary syndrome أو chronic stable angina زي ما كنا بنسميها زمان هيكمل معانا in this process فيبقى أول حاجة إن احنا to exclude acute coronary syndrome أو unstable angina. The second step يعني step number two is to consider comorbidities and quality of life بمعنى إن مثلا لو جالك راجل عنده 70 سنة وعنده كانسر مثلا بروستات واخد كيموثيرابي واخد راديوثيرابي والراجل فعلا اند ستيج وبالتالي مش مطلوب ان احنا نعمل اكزهوستيف انفستيجيشنز ونوصل لمرحلة ان احنا نعمل له قسطرة لان الريفاسكولاريزيشن از فيوتايل يعني هتبقى فيلير وبالتالي we would suggest in this case just medical treatment for this patient بينما لو جالك راجل زي اللي احنا بنحكي عنه 60 سنة fully active life span بتاعته expected ان هي normal وبالتالي we should try all possible therapy
for this patient سواء كان medical treatment أو revascularization. فيبقى step number two is to consider comorbidities and the quality of life of this patient. Step number three هو الإجابة عن السؤال اللي ابتدينا بيه، هل نعمله exercise test ولا نعمل CT ولا نعمل مسح ذري ولا نعمل قسطرة؟ لا، الحقيقة الإجابة إن احنا نبتدي بالresting ECG والبايوكيمستري والchest X-ray، مش دايما لكن chest X-ray دي بنعملها لو في يعني chest problems أو لو العين بيشتكي من chest problems، ونعمل echocardiography كمان. مهم جدا، مهم جدا إن احنا نبتدي بالحاجات دي الأول as initial investigations. والإيكوكارديوغرافي بالذات مهم لأنه هي exclude patients with heart failure. هنشوف إذا كان الـ ejection fraction of this patient is below 50%. العيان ده الحقيقة هيحتاج معاملة خاصة، وممكن يكون فعلاً الـ intervention والتدخل الجراحي زي الكابج أو البايباس أو الحاجات دي بيبقى مفيد للعيانين اللي عندهم impaired left ventricular function أو heart failure. وبالتالي at this stage I should assess the left ventricular function of this patient by echocardiography. والECG هيوريني إذا كان العيان ده عنده مثلا old infarction أو Q waves أو عنده atrial fibrillation أو إلى آخره. وبالتالي مهم جدا، وطبعا البايوكيمستري مهم عشان أشوف الليبت بروفايل وأشوف الهايبرجلايسيميا واشوف كل الحاجات لو في انيميا ولا لا. كل الحاجات دي الحقيقه بتبقى مطلوبه، الرينال فانكشنز، كل الحاجات دي بتبقى very important at this stage. لما اتعمل له البايوكيمستري طلع ان ال LDL is 138 ملي جرام بير ديسيليتر، ال HDL 35. طبعا 138 ده هنسال بعد كده هل هو ده طبيعي ولا نورمال ولا عالي ولا عالي جدا، هنشوف. التوتال كوليسترول 215، التريجليسرايدز 180، الكرياتينين 1.4، والاحسن طبعا ان احنا نعمل له استيميتد جومير فلتريشن ريت. الفاستنج بلاد شوجر از 150 طبعا از ان كنترولد، والهيموجلوبين اي 1 سي از 7.4. برضو هنشوف هاو وود وي يعني بروسيد ان ذا مانجمنت اوف سوتش ابنورمال لابوراتوري ريزلتس. This is the ECG of the resting ECG of the patient. زي ما قلنا ان احنا هنعمله في الاول خالص عشان to exclude Q waves, old infarction, to exclude T wave inversion برضو نتيجة acute coronary syndrome أو حاجة, arrhythmias زي atrial fibrillation. كل ده في ECG الحقيقة أنا شايفه إن هو within normal، وبالتالي لا غبار على such a resting ECG. اتعمل له كمان echocardiography طلع ان عنده normal left ventricular systolic functions لكن عنده diastolic dysfunction، وما كانش فيه اي segmental motion abnormalities at rest، يعني almost normal left ventricular function. وبالتالي this is important، زي ما قلنا ان الايكو مهم جدا to exclude other causes of chest pain. هل هو عنده valvular heart disease؟ هل هو عنده pericarditis؟ هل هو عنده segmental والموشن abnormalities؟ كل ده الحقيقة في المرحلة دي مهم ان انا اتعرف عليه، وبالتالي برضو ان انا اعرف اذا كان عنده in heart failure or not. دي معلومات يجب ان انا اعرفها في at this stage. طيب هنيجي ل the step number four، ده مهم جدا بقى. بعد ما عملت الثلاثة steps الاولانيين I should ask myself at this stage whether to proceed for non-invasive imaging ولا invasive imaging عن طريق القسطرة. هل العيان ده محتاج قسطرة ولا العيان ده ممكن ان انا ابتدي بحاجات non-invasive زي exercise test، زي مسح ذري اللي هو nuclear test او SPECT او multi-slice CT بالصبغة اللي هي الاشعة المقطعية بالصبغة اللي هي ممكن تبقى بديل للقسطرة. ايه موقف الجايدلاينز في الحتة دي؟ ازاي اختار ال variable أو various types of investigations المطلوبة للعيان ده عشان أستكمل الصورة، ولا ممكن أكتفي بميديكال تريتمنت وخلاص؟ لا، الحقيقة إن الميديكال تريتمنت لوحدها at this stage is not enough. I should confirm the diagnosis، ده نمرة واحد، and I should assess the prognosis of the patient.
هل الكورونري ارت ديزيز اللي عند العيان ده اولا موجود ولا لا، يعني حقيقي ولا لا الانجينا دي، هل ده فعلا اسكيميك ولا لا، ونمره 2 طب وات سيفيريتي از ذا اسكيميك بيردن اوف ذس بيشنت، يعني المايلد العيان المايلد اسكيميا غير المودريت اسكيميا غير السيفير اسكيميا، ده كل واحد من دول عايز طريقه مانجمنت معينه. وبالتالي انا عشان اختار بقى اعمل قسطره ولا اعمل نون انفيزيف انفستيجيشنز، I should first assess the pre-test probability of this patient. يعني مثلا هديكم مثالين، لو جالي مثلا ست عندها 40 سنة مثلا وما عندهاش لا سكر ولا ضغط وبتشتكي من atypical chest pain، نغزة في الناحية الشمال not related to exercise، ده احنا بنقول عليه very atypical presentation، وبالتالي very low probability أو pre-test probability very low ان الاحتمال ان يطلع عندها ischemic heart disease هيبقى قليل جدا، وبالتالي يصح جدا ان في هذه الحاله ان انا ما اطلبش اي type of investigations just reassurance، ده هتبقى يعني كافيه، او ان انا اعمل some sort of non invasive imaging زي مثلا multi slice CT angiography، ده لو احنا يعني اضطرينا ان احنا نعمل investigation. عكس راجل زي الحالة اللي احنا قدمناها عنده 60 سنة ودايابيتك، طبعا احنا عارفين الريسك اوف دايابيتس كريسك فاكتور فور كورونري ارت ديزيز، وهايبرتنسيف وسموكر وعنده تيبيكال انجينال تشست بين، ده هنا البروبابيلتي البريتست بروبابيلتي از نوت لو، يعني من مودريت لهاي لايكلي هود اوف كورونري ارت ديزيز. وبالتالي الحقيقة مطلوب بقى ان انا اختار ايه الانفستيجيشنز المطلوبه بعد ما حددت البريتست بروبابيلتي. الجدول ده بيقول لنا ان البريتست بروبابيلتي ده ممكن يتحسب بالارقام، يعني ممكن جدا مش بس اخدها كده بالوعيه اذا كان ده لو تيست لو بريتست بروبابيلتي ولا هاي، لا ده انا ممكن بقى اعتمد على ثلاث حاجات، هعتمد على الايج اوف ذا بيشنت زي ما انتم شايفين الجدول ده بيعتمد على الايج، بيعتمد على ميل ولا فيميل، وكمان على الـ type of chest pain هل هو typical ولا atypical، ومنها ممكن أطلع الرقم. فهنلاقي مثلا العيان ده بتاعنا ده 60 سنة وميل و typical chest pain، يبقى الـ pretest probability تقع في المنطقة دي، هو عنده 44% pretest probability which is not low، وبالتالي باللون الرمادي ده اللي هو أقل من 15% this patient أو أقل من 5% this patient can be reassured، زي لما قلنا الست اللي عندها 40 سنة وما عندهاش diabetes ولا hypertension، ده مجرد بس اطمئنان بطمنها ان انت ما عندكيش حاجة. بينما اللي فوق ال 5% بقى ده باللون الأخضر سواء الفاتح أو الغامق، ده بنعمل له ال non-invasive imaging. لو أكتر من كده ده اللي ممكن على طول، لو انا متاكد ان العيان ده عنده typical angina chest pain والاي سي جي تشينجز موجود في اي سي جي تشينجز، ده ممكن يكون acute coronary syndrome وبالتالي ده لازم يتعمل له قسطره على طول. لكن في المنطقه اللي باللون الاخضر ده محتاج non invasive imaging زي ما هنشوف بعد كده. step number 5 ان انا اختار what type of non، يعني step number 4 كان خلاص ان انا اعمل البريتست probability واعرف نوعيه العيان ده السيمبتومز بتاعته دي ماشيه في اي اتجاه، بناء عليه باخد الخطوه نمره 5 او step number 5 ان انا بختار ايه التايب اوف imaging اللي محتاجها للعيان ده. زي ما قلت لو very low pretest probability مش هعمل له حاجه او مش هعمل لها حاجه and this is just for reassurance، بينما المنطقه بقى الاكستريم اذر اند اللي هو عنده اي سي جي تشينجز وممكن يكون عنده ايجكشن فراكشن مثلا اقل من 50% وفي سيجمنتال والموشن ابنورماليتيز وتيبيكال انجينال تشست بين، ده على طول قسطره مش هحتاج ان انا اعمل له النون انفيزيف ايمجنج. النون انفيزيف ايمجنج بقى تتعمل في المنطقه اللي بين البنين، ممكن يتعمل له كورونري سي تي اي او كورونري سي تي انجيوغرافي، ده لو هو متجه ناحيه اللو بريتست بروبابيلتي، لو هو اكتر ناحيه الهاي بريتست بروبابيلتي يبقى احسن ان انا اعمل له سام سورت اوف اكسرسايز تيست وذ ايمجينج زي مثلا مسح ذري او ممكن يكون ستريس ايكو كارديوجرافي
كل الحاجات دي ممكن تكون مفيده عشان اعرف الاسكيميا دي موجوده ولا لا، والسيفيريتي اوف اسكيميا كمان مهم ان انا احدده بالايمجينج تيست ده. يبقى كون ان انا اطلب للعيان ده نون انفيزيف فانكشنال ايمجينج عن طريق الستريس تيست او سي تي انجيوجرافي، ده بقى اصبح كلاس 1 ريكومنديشن. لكن الجديد في الجايد لاينز في اليوروبيان الجديده ان خلت السي تي ارتقى وبقى ابجريدد وبقى كلاس 1، ما كان الاول كلاس 2A، لا دلوقتي بقى لان نتائج السي تي الحقيقه اتحسنت جدا، وكمان اتعملت عليه ستاديز كتيره بتفيدنا في موضوع التشخيص، وبالتالي قال لك في اختيار او حريه الاختيار للطبيب ما بين ان هو يعمل له اكسرسايز تيست بالايمجينج يعني بالنيوكلير تيست، او ان انا اعمل له سي تي كورونري انجيو. الاثنين الحقيقه على حسب العيان يقدر يعمل اكسرسايز ولا لا، وعلى حسب البروبابيلتي اوف بري تيست بروبابيلتي هقدر اختار للعيان ده اعمل له ايه. والحقيقه احنا اخترنا العيان ده لانه كان سنه صغير وكان يقدر يعمل اكسرسايز تيست، فعملنا له اكسرسايز تيست وذ نيوكليير ايمجينج اللي احنا بنسميه مسح ذري. والحقيقه ميزه كمان المسح الذري ده مش بس ان هو بيقول لي في اسكيميا ولا لا، وهو باين ان في هنا انفيرير وول اسكيميا، لا ده كمان اقدر اعمل كوانتيتيف اسسمنت يعني كميه الاسكيميا قد ايه. فهو طلع هنا ان الاماونت اوف اسكيميا in this regard is 7% at peak exercise، ودي تعتبر small ischemia، small amount of ischemia. ممكن يكون شريان right coronary artery مثلا صغير في ischemia، لكن the amount of ischemia is 7% ما تأثرش على the prognosis of the patient. وبالتالي in such small amount of ischemia وارد جدا ان انا ماشي العيان ده على medical treatment، مش بالضرورة ابدا ان انا لما اشوف النتيجة بقى 7% دي، طالما هي اقل من 10% يبقى مش العيان ده مش محتاج further invasive investigation، مش محتاج قسطرة. طالما ليه؟ لان حتى لو عملت العيان ده قسطرة وطلع ان انا محتاج ان انا اركب له دعامة او اخره، دي مش هتحسن البروجنوزز بتاع العيان اللي هو already كويس طالما الاسكيميا طلعت في المسح الذري اقل من 7%. النقطة دي مهمة جدا وحبيت ان انا اوضحها لحضراتكم عشان برضو اختيار المانجمنت بعد كده. لكن at least at this stage احنا عرفنا ان العيان ده عنده اسكيميا، ونمرة اتنين انه ال amount of ischemia is small 7% بس at peak exercise. السلايد دي مهمة جدا لانها بتقول لك ازاي احكم على ال severity of ischemia من خلال ال non-invasive imaging اللي انا بعملها للعيان ده. يعني مثلا لو عملت العيان ده exercise test العادي خالص اللي هو ما فيهوش imaging وجري مثلا العيان ده دقيقة أو دقيقتين بس، وبعدين حصل فيه drop of blood pressure أو حصل فيه مثلا arrhythmias، دي تعتبر من ضمن signs of high risk. بالنسبة لي SPECT perfusion imaging لو عملت العيان ده مسح ذري وطلع الأمانت of ischemia أكتر من 10% ده يعتبر high risk patient، ده الأمانت of ischemia هنا كبيرة. لو عملت ستريس ايكو وطلع فيه اكتر من 3 of the 16 segments طلع فيه new induced hypokinesia او اكينيزيا وبقت اسكيميك اثناء الستريس اكتر من 3 segments، يعني 3 segments او اكتر، ده يعتبر sign of a big amount of ischemia وبالتالي high risk. لو اتعمل العيان ده مثلا سي تي انجيوجرافي وطلع فيه عنده 3 vessel disease منهم proximal LAD او proximal RCA او proximal circumflex او طلع left main، مهم جدا دي من اهمية ال CT دلوقتي ان هو ممكن to exclude left main، بيعرفني الاناتومي of this patient. ده كل دي علامة من علامات ان ده is a high risk patient. فأرجوكوا يعني خلي بالكوا ان ال exercise test او non invasive imaging او CT اللي انا بعمله مش بس عشان اشخص العيان عنده اسكيميا ولا لا، كمان عشان اعرف خطوره الاسكيميا دي قد ايه عشان انقل العيان للخطوه اللي بعد كده، هل همشيه بس على الميديكال تريتمنت ولا لا ده العيان ده محتاج فيرذر انفستيجيشنز سواء كان قسطره وممكن دعامات او حتى قلب مفتوح بعد كده. كل ده هحكم عليه بالنون انفيزيف ايمجينج اللي انا هطلبها للعيان. ستيب نمبر 6 بعد ما وصلت لكل المعلومات
توصلت إليها بالانفستيجيشنز اللي أنا عرضتها على حضراتكم، هختار بقى the appropriate therapy للعيان ده، هل هيمشي على medical treatment ولا على revascularization سواء كان عن طريق القسطرة أو عن طريق القلب المفتوح. ده اللي هيبان في السلايدز اللي جاي. الحقيقة أن السلايد دي بتقول لنا أن لو ابتديت بعيان عنده angina chest pain لابد أن أنا أعمل له pre-test probability، وبعدين ممكن نوصل لمرحلة المسح الذري أو السبكت، ولو طلع أن العيان ده عنده أكتر من 10% amount of ischemia في left ventricle this patient should be considered for revascularization on top of medical therapy. لازم افكر بقى ان العيان ده يكون محتاج قسطره وممكن دعامات وممكن قلب مفتوح. ده الجايد لاينز بتقول لنا الحكايه دي لغايه ما ظهرت الاسكيميا ترايل اللي انا مش عايز اضيع وقت فيها كتير، لكن الاسكيميا ترايل بتقول ان الحته دي برضو مش مؤكده، ان هم اخذوا العيانين اللي عندهم سيفير اماونت اوف اسكيميا وقارنوهم، عملوا راندومايز ترايل بين الميديكال تريتمنت وبين الانترفنشن، وجدوا ان ما كانش في فرق في البروجنوزز بعد 5 سنين من الفولو اب. يعني ده مش مجالنا النهارده، لكن لغايه النهارده الجايد لاينز ما اتغيرتش وبتعتمد على الاماونت اوف اسكيميا. لو هي اكتر من 10% ممكن قوي العيان ده نعمل له سام سورت اوف انترفنشن. وبالتالي فور ذيس بيشنت اللي لقينا فيه ان الاماونت اوف اسكيميا كانت قليله اقل من 10%، I think the medical treatment of this patient will be enough. لأنه مش هيحسن ال already very good prognosis of this patient. وبالتالي medical treatment ده هنا بقى يشمل treatment of diabetes، يشمل treatment of hypertension، وطبعا definitely كل risk factors اللي عند العيان ده lifestyle modification، بالإضافة طبعا لل treatment specific treatment بقى لل ischemic heart disease أو لل chronic coronary syndrome. طيب لو حبينا بقى نقول نمسك الريسك فاكتورز ونبتدي نعمل لهم ميديكال تريتمنت، طبعا تريتمنت اوف دايابيتس واضح وحضراتكم اساتذه في الموضوع ده. الجايد لاينز بتقول لنا ان التارجت تو كنترول الهيموجلوبين 1 سي شود بي ليس ذان 7%. طبعا ات شود بي individualized، يعني لما يبقى عيان صغير في السن واكتيف ونشيط بنبقى مور اجريسيف، لو عيان كبير في السن او يعني البروجنوزز بتاعه is not that good مفيش داعي ان انا ابقى اجريسيف قوي، ممكن يبقى 7.5 او اكتر هيموجلوبين اي 1 سي، لكن احنا بنتكلم في العموم with the good prognosis of the patient in young active patient يبقى الهيموجلوبين اي 1 سي should be less than 7، لان ده بيقلل المايكروفاسكولار كومبليكيشنز والماكروفاسكولار كومبليكيشنز، وطبعا I should always avoid hypoglycemia in such patients. كل ده guidelines، والحقيقة إن الـ effect أو الـ improvement in macrovascular complications برضو دي أخذت indication جديد، وبالتالي برضو we are talking about a target less than 7 hemoglobin A1C. Very important in the management of diabetic patients is to apply lifestyle modification، الوزن والتدخين وطبيعة الأكل والرياضة والحاجات دي كلها مطلوب جدا ان انا افهمها للمريض بتاعي. وطبعا المانجمنت اوف دايابيتس هنا هيعتمد بقى على يصح يكون في دور للادويه الجديده زي الاس جي ال تي 2 انهبيتورز وزي جي ال بي 1 ريسبتور اجونستس اللي هي ثبت انها ليها كارديوفاسكولار اند رينال بروتكتيف ايفكت، ودي اصبحت الحقيقه كلاس 1 ريكومنديشن بالذات في البيشنتس اللي عندهم كارديوفاسكولار ديزيز زي العين بتاعنا، او حتى اللي لسه ما جالوش كارديوفاسكولار ديزيز لكن ات فيري هاي ريسك اوف كارديوفاسكولار ايفنتس. الادويه دي سواء الاس جي ال تي 2 انهبيتورز او جي ال بي 1 ريسبتور اجونست ثبت انها بتقلل الكارديوفاسكولار ايفنتس وبتدي بروتكشن لمريض السكر اللي عنده أو at risk of cardiovascular events.
ودي السلايد اليوروبيان سوسايتي اوف كارديولوجي بتقول ان اي شود اولويز يعني سيرش فور ايفيدنس اوف كورونري ارت ديزيز او اي اثروسكلروتيك كارديوفاسكولار ديزيز سواء كورونري او سيريبرال او بريفيرال فاسكولار ديزيز. في هذه الحاله الاس جي ال تي 2 انهبيتورز او الجي ال بي 1 ريسبتور اجنس بقوا كلاس 1 ريكومنديشن وممكن يجوا حتى قبل الميتفورمين. لكن لو العيان ده already ماشي على metformin it should be an additional drug بغض النظر حتى عن الهيموجلوبين A1C إذا كان at target or not. لكن بالصدفة أن العيان ده was not at target فهنا طبعا واضح جدا أن احنا هنحتاج إضافة الـ SGLT2 inhibitor أو الـ GLP1 receptor agonist طبعا مع الوضع في الاعتبار الـ economic burden on this patient. Step number 8 is management of hypertension in this diabetic patient, and this is very important. وحصل فيها برضو تغيير في الجايدلاينز من 2013 ل 2019. في 2013 كنا بنتكلم على targets أقل من 140 على 85 مليمتر مركي. لا دلوقتي بقينا more aggressive in management of hypertension in diabetic patients, وبقينا بنتكلم عن less than 130 over 80 بس بشرط انه ما ينزلش ال 130 ده يبقى اقل من 130 بس مش اقل من 120 يعني الرينج من 120 ل 130 والسيستوليك من 70 ل 80 يعني برضو ما ينزلش عن 70 وفي السن الكبير ممكن يبقى اعلى 10 درجات اللي هي اقل من 140 بس ما ينزلش عن 130 يبقى الرينج من 130 ل 139 ده اللي هو اكتر من 65 سنة. لكن الـ younger patients لا بقينا more aggressive less than 130 but not less than 120 with diastolic blood pressure less than 80 but not less than 70 يعني دون رينج اللي هو من 70 ل 80 نقل عن 80 ما بقاش 85 زي الأول لا نقل عن 80 diastolic بس ما يقلش عن 70 مليمتر مركي ده الحقيقة the recent guidelines in the management of hypertension. وطبعا ما ننساش ان the best treatment in diabetic hypertensive patients هو ال RAS blockers سواء كان ال ACE inhibitors or the ARBs. الحقيقة دول بيحسنوا ال prognosis of patients with hypertension and diabetes. Step number 9 وده في غاية الأهمية هو controlling dyslipidemia. وزي ما قلنا ال LDL بتاع العين ده كان 131 ده يعتبر يعني out of targets وبالتالي we need ان العين ده اللي هو at very high risk ان احنا نوصل للتارجت ده اللي هو اقل من 55 milligram per deciliter LDL. دايما ال LDL هو التارجت بتاعنا واحنا بقينا برضو more aggressive نزلنا من the guidelines القديمة من 70 بقينا دلوقتي بنتكلم على 55 milligram per deciliter or 50% من البيزلاين. يعني لو كان البيزلاين بتاعه مثلا 90 يبقى لازم ننزل ل 45 مش 55 كمان. ده بالنسبة لل guidelines الجديدة وال LDL targets. وبما ان التارجتس بقت مور اجريسيف دلوقتي بقينا بنستخدم الفول دوزز اوف هاي انتنسيتي ستاتين ثيرابي ده مهم جدا as much as the patient can tolerate. لازم نوصل ل الروزوفاستاتين من 20 ل 40 ملغ بير داي او الاتورفاستاتين من 40 ل 80 ملغ بير داي اذا كان العيان هيقدر يستحمله وده مهم جدا ان احنا نقنع العيان بكده. واذا ما كانش الكومباينيشن اذا ما وصلناش للتارجت يبقى الكومباينيشن ثيرابي ويز ازيتامايب بقى كلاس 1 ريكومنديشن ده جديد. واذا ما كانش الكومباينيشن دي كافيه كمان ممكن نستخدم الحقن الانجكشن اللي هي البي سي اس كي 9 انهبيتورز رغم ان سعرها غالي لكن الحقيقه لازم برضو يبقى في اعتبارنا لبعض العيانين هو كان افورد اللي عنده تامين او الى اخره. سام تايمز ذيس بيشنتس ار فيري ماتش ان نيد of PCSK9 inhibitors in order to reach the aggressive targets of LDL لأن هم دول اللي بيستفيدوا من reducing the risk of future cardiovascular events. Step number 10 والأخيرة هو المانجمنت بقى of the ischemic heart disease itself of the chronic coronary syndrome itself. زي ما الجايدلاينز بتقول لنا دايما لو احنا مش مستخدمين الـ ACE والـ ARBs لغرض الهايبرتنشن لا لازم يستغل أو يستخدم بقى مخصوص
يعني اذا ما كناش مستخدمينه اوريدي الحاله دي بالصدفه احنا مستخدمينه عشان الهايبر تنشن، لكن حتى لو العيان ده از نورموتنسيف ACE inhibitors or ARBs are class 1 recommendation in diabetic ischemic patients. الستاتين ثيرابي زي ما قلنا في الديسليبيديميا مهم، مهم جدا ما ننساهوش لان ده بيحمي العيان من major cardiovascular events. وكمان الرول اوف انتي بليتليتس هنا بما ان العيان ده اصبح متشخص اوريدي ان هو عنده كرونيك كورونري سيندروم وبالتالي الاسبرين از كلاس 1 ريكومنديشن. هو الديبيت كان على البرايمري بريفنشن ان دايابيتيك بيشنتس، يعني عيان عنده سكر بس ما عندوش اسكيميك كارد ديزيز، الرول اوف اسبرين هنا ال بقى داون جريدد، لكن بالنسبه للعيانين اللي اوريدي خلاص متشخص ان هو اسكيميك لا، لا مجال ان احنا نشكك في قدره الاسبرين على انه بيعمل بروتكشن. بالعكس ده كمان بقى في كلاس 2 انديكيشن ريكومنديشن ان احنا نحط مع الاسبرين حاجه ثانيه، ممكن يتحط معاه سكند انتي ثرومبوتيك دراج سواء كان كلوبيدوجريل او تيكاجريلور بس الدوز الصغيره اللي هي 60 ملغ بي اي دي، او البيبي دوز اوف ريفاروكسبان اللي هي 2.5 ملغ بي اي دي according to the COMPASS trial اللي بينت ان adding this to stable coronary artery disease patient ممكن يحسن البروجنوزز on top of aspirin. يبقى دايما في البال ان لو العيان ده ما تحسنش بالميديكال تريتمنت لوحدها I should do coronary angio، ممكن العيان ده يتشخص ان هو عنده يعني indication for revascularization beyond medical treatment. يعني medical treatment دي ثابتة لكن ممكن بقى لو العيان ما تحسنش على medical treatment و still complaining I should think of PCI سواء كان single vessel disease او حتى two vessel disease بس simple lesions I can do PCI. لكن في معظم الاحيان لو syntax score ودي طبعا دكاترة القلب يعرفوا يحسبوها ازاي لو syntax score is above 22 يعني عنده very much complex and extensive coronary artery disease لا الكابج هنا في حالات الدايابيتيك patients is very much indicated وبتدي prognosis احسن من الدعامات حتى لو هي بنتكلم على الدعامات الدوائيه. ف to conclude and to summarize زي ما قلت لحضراتكم هم 10 steps مشيناهم مع بعض عشان نوصل للproper management according to the guidelines of this patient with diabetes, hypertension and ischemic heart disease. We should first assess the symptoms and the clinical presentation عشان to exclude acute coronary syndrome. We should consider morbidity or comorbidity and the quality of life عشان not to exhaust the patient إذا كان هو عنده poor quality of life and is at a terminal stage of any chronic disease. We should just يعني get enough with medical treatment. إذا استمرينا بعد كده لازم نعمل ال preliminary investigations اللي هي resting ECG والresting echo والbiochemistry وبعدين أشوف ال pretest probability of the patient هل هي low pretest probability ولا high pretest probability عشان بناء على كده هشوف اذا كان هعمل further investigations ولا لا. ال investigations اللي هتتعمل هوصل لمرحله ان انا اسال نفسي هل ده محتاج invasive يعني قسطره ولا ابتدي الاول بنون invasive تيست زي الاكسرسايز تيست او السي تي. وبناء على النتائج بتاعه الاكسرسايز تيست والسي تي اذا كان العيان ده at low risk زي ما شفنا في العيان بتاعنا I should start medical treatment with no need of revascularization at this stage. Medical treatment ده يشمل طبعا lifestyle recommendation and controlling diabetes, controlling hypertension and controlling dyslipidemia, reaching the goals in these three risk factors. وأخيرا treating the chronic coronary syndrome and revascularization is an option if the medical treatment is not enough. يبقى انا عندي بعد كده three options: medical treatment versus CABG versus PCI. I would like to thank you very much for your attention. أرجو ان انا اكون ما طولتش على حضراتكم ويكون في فايده من الكلام اللي اتقال. واشكر مره اخرى الاستاذ دكتور اشرف طلعت على دعوته الكريمه. وإن شاء الله بإذن الله السنة الجاية نكون في مؤتمرات أخرى ناجحة ونكون مع بعض face to face إن شاء الله بعد زوال محنة الكورونا. شكرا جزيلا. السلام عليكم.
احنا مش لايف يا باشا لسه. احنا مش لايف يا باشا. الو Thanks, Dr. Samih, for your elegant talk, and we will delay the questions to the end of the session. Now, Dr. Hamza, to introduce the next speaker, Dr. Islam Shawi, Amin Sanduq Al-Jama'i. Tafadl. Dr. Hamza. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. معاك دكتور خالد. أهلا وسهلا. في البدايه بشكر طبعا استاذ دكتور اشرف طلعت صديقي وصديق العمر ودكتور طارق سالم. طبعا برحب وبشكر وجودي مع الاستاذ دكتور خالد شكر رئيس جمعيه القلب المصريه، استاذه دكتوره جميله نصر نائب امين عام الجمعيه، ودكتور سامح شاهين رئيس الجمعيه الاسبق والحقيقه يعني المتالق دائما، واخويا الاستاذ دكتور اسلام شاوي استاذ القلب الازهر وأمين صندوق الجمعية، وهو هيكلمنا على محاضرة شيقة في مجال الانترست بتاعه الحقيقة اللي هو البيزك إيميجينج إن كارديولوجي. تفضل يا بيه. تفضل دكتور إسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. في البداية أنا بتوجه بخالص الشكر لأخي وصديقي الأستاذ الدكتور أشرف طلعت وأخي وصديقي الأستاذ الدكتور طارق سالم على إتاحة الفرصة ليا، والحقيقة أنا عايز أهني الدكتور أشرف والدكتور طارق على المجهودات والنشاط الرهيب اللي اتعمل في فترة الحظر وفترة كورونا. الحقيقة من الجمعيات ومن الأماكن اللي قابلت أفضل بلاء في فترة الحظر وكان ليهم نشاط أنا أعتقد كل مصر شعرت بيه وحست بيه. أنا بشكرهم مرة تانية على استضافتي في مؤتمر دمياط السنوي اللي كنت بأشرف وبنزور فيه دمياط ورأس البر، إنما إن شاء الله الأيام تعدي على خير والأزمة تفوت وبإذن الله نتجمع تاني على خير. النهاردة إن شاء الله إحنا هنتكلم حوالي تلت ساعة في البيزكس أوف كاردياك إيميجينج. أنا الحقيقة اخترت الموضوع لأنه لا يمكن نغطي الإيميجينج كله، يمكن أختار في حركز شوية في النيوكليير كارديولوجي لأنه مظلوم شوية ضمن الكاردياك إيميجينج تولز. إنما أنا الحقيقة أحيل حضراتكم جميعاً إن إحنا نراجع دائماً آخر guidelines 12 سنة 2019 بخصوص الكورونيك كورونري سندروم والرول في non-invasive cardiac imaging، لأنه الحقيقة حط non-invasive cardiac imaging في المكان اللي المفروض كلنا نفكر فيه when we are going to take care of our patients، لأنه يمكن من ضمن الحاجات اللي ورثها لنا أزمة الكورونا والكوفيد 19 انه الانفيزيف كارديولوجي ما كانش هو الحل لكل عيان، مش كل بيشنت يجي له تشست بين كان محتاج قسطره. الرول اوف نون انفيزيف اسسمنت اوف ذوز بيشنتس اند كيبينج سام اوف ذم او موست اوف ذم اون ميديكال تريتمنت اللي ما عندهمش لارج اماونت اوف سكيميا، انا اعتقد الازمه اللي فاتت دي ورثنا انه عدد العيانين دول اكتر مما كنا نتخيل.
الدياجنوستيك باث واي للجايد لاينز قالته في الجايد لاينز دي انه النون انفيزيف فانكشنال ايمجينج فور مايوكارديال اسكيميا سواء كان بالكاردياك سي تي او بالنون انفيزيف ايمجينج is recommended, CT is recommended at the initial test to diagnose coronary artery disease in symptomatic patients in whom obstructive coronary disease cannot be excluded by clinical assessment. يعني العينين هم low to moderate risk. The best rule in or rule out cardiac imaging فيهم هو cardiac CT. العينين low to moderate risk عندهم typical atypical chest pain normal ECG ما يقدروش يجروا. عايزين نطمن عليهم بفحص sensitivity و specificity بتاعته very high. الأهم من negative predictive value بتاعته almost 100% يبقى هو cardiac CT. It's recommended that selection of the initial invasive diagnostic test is done based on the clinical likelihood of coronary artery disease and the other patient characteristics that influence test performance, local expertise and the availability of the test. يعني العينين low moderate risk اللي يقدر نقدر نصوره بالسي تي وعندنا جهاز كويس وعندنا حد يعرف يقرا الفحص كويس يبقى نعمل كاردياك سي تي. عيان لو مودريت او مودريت ريسك وعنده تيبيكال اتيبيكال تشيست بين وعندنا نيوكليير كارديولوجي كويس وحد اكسبرتيز يقرا اللوكال يبقى نعمل نيوكليير كارديولوجي. يبقى ديبينس على البيشنت كاركترستكس وعلى اللوكال اكسبرتيز والافيلابيليتي اوف ذا تيست. فانكشنال ايمجينج for myocardial ischemia is recommended if coronary CT has shown coronary artery disease of uncertain functional significance or is not diagnosed. بمعنى جيت اعمل العيان له moderate risk عملت له cardiac CT لقيت عنده large calcium او multiple calcified plaques هتأثر على نتيجة الفحص او لقيت عنده moderate lesion في واحد من الشرايين بتوعه مش عارف اذا كان ده significant lesion ولا insignificant lesion. العيان ده المفروض ان انا اعمله functional assessment اشوف هل الليجن بتاعه الـ 50% او الـ calcified plaques دي عاملة significant stenosis ولا لا. اذا to choose to start with in patients with low moderate او moderate risk for presence of coronary artery disease انا بعتقد انه to rule in to rule out لعينين الـ young patients الـ CT is doing better. لو العيان most likely having coronary artery disease واحنا هنشوف اذا كنا هنحتاج ريفاسكولاريزيشن ولا لا نعمل للعيان ده قسطره ودعامه ولا لا يبقى المايوكارديال بيرفيوجن ايمجينج او النون انفيزيف فانكشنال ايمجينج هيكون افيد للعيانين بتوعنا. دي الجايد لاينز بتقولوا انت نحتاج السي تي لو لو كلينيكال لايكليهود البيشنت كاركترستكس سجست هاي ايمج كواليتي اللوكال اكسبرتيز از افيلابل الانفورميشن اون اثيروسكلروزيس سب كلينيكال ديزيز فيري امبورتنت از ديزايرد. عيان عنده فاميلي هيستوري عايزين نعرف جايز ما يطلعش عنده ستريتو كليجن جايز ما يطلعش عنده سيفير كورونارتيز ولكن ممكن يبقى عنده سب كلينيكال اثيروسكلروزيس كالسيفايد بلاكس هتخلينا ندي للعيان ده بعد كده ليبيد لورينج ميديكيشنز اسبرين فور لايف اكسترا يبقى انا اعمل للعيان ده كاردياك سي تي. طيب لو اللايكليود اوف ذا ديزيز ا ليتل بيت هاير اكتر شويه من اللو فيري لو ده والعيان احتمال كبير يحتاج ريفاسكولاريزيشن وعندي الجهاز وعندي الاكسبيرينس يبقى انا اعمل للعيان ده نون انفيزيف ايمجينج سواء كان ستريس برفيوجن ايمجينج او ستريس ايكو او ايفن ستريس ام ار اي دلوقتي كمان از اون جوينج. يبقى اذا اختيار الفحص النون انفيزيف تيست للعيان الكرونيك كورونري ارتري ديزيز او العيان اللي هافينج تشيست بين فور ايفالويشن بيعتمد على اللايكليود اوف ذا ديزيز لو كان فيري لو لايكليود او لو لايكليود والعيان عندي جهاز سي تي كويس عندي اكسبرتيز يبقى نعمل كاردياك سي تي. عايز اعرف العيان عنده سب كلينيكال ديزيز ولا لا يبقى الاحسن اعمل سي تي. اللايكليود اوف ذا ديزيز ا ليتل بيت هاير احتمال العيان يحتاج ريفاسكولاريزيشن عندي جهاز كويس عندي اكسبرتيز في النون انفيزيف كاردياك فانكشنال ايمجينج سواء كان نيوكليير او perfusion imaging يبقى العيان ده نعمل له functional assessment. طبعا العيانين ال very high probability of coronary artery disease diabetic patient 60 year having typical chest pain it's a matter of wasting of time and money and radiations and etc. ان انا اعمل العيان ده اي some sort of non invasive imaging. العيان ده على طول he must go for coronary angiography and revascularization. وده الكونفيدنس اللازم اللي يوصل للمريض
كتير قوي من العيانين بيعتبر ان انا لما بقول له انت محتاج قسطره رايت اوي بيعتبر ان ده اوفر. يعني الحقيقه لا، يعني لازم المريض يفهم ولازم الدكتور بتاعه يفهمه انه احيانا بتبقى المساله العيان هو بيحكي لك في الهيستوري بتاعه بتبقى انت متاكد ان العيان ده رايت اوي هي نيدز كورونري انجيو، بتبقى متاكد عنده حيطلع ثري فيزل ديزيز ايفن جاست فروم اكسبلانيشن اوف سيمتومز. عيان زي ما قلت لحضرتك دايابيتك 60 ييرز بيقول لك انا بمشي 10 12 خطوه ولا شويه بيجي لي وجع في نص صدري وبعرق وبقعد، وبعدين تعمل له اي سي جي تلاقي فيه اس تي تي تشينجز، خلاص يعني المساله ما بقاش بقى العيان ده عشان تبعته يعمل نيوكليار استادي او تبعته يعمل سي تي الحقيقه ده يبقى ويست اوف تايم. اما المايوكارديال بيرفيوجن ايمجنج انا هركز عليه شويه لانه يمكن احنا بنسمع كتير ايكو اليومين دول بنسمع كتير كاردياك سي تي، انما المايوكارديال بيرفيوجن ايمجنج از ستيل ذير اتس بينيفيتنج هاندردز thousand millions of patients around the world. والفحص الحقيقه الليتريتشر عن البروجنوستيك فاليو في مايوكارديال بيرفيوجن ايمجنج از نوت كومبيرد تو اني اذر نون انفيزيف اسسمنت سواء كان السي تي او الايكو او الام ار اي. هيوج اماونت اوف داتا بتقول ان المايوكارديال بيرفيوجن ايمجنج من السبعينات من 73 بيخدم ملايين البشر، والحقيقه ساعد في اتخاذ ملايين القرارات للعيانين من رايت. وانا عايز اوصف لحضراتكم في البدايه تو كلينيكال سيناريوز او وان كلينيكال سيناريو تو ديفرنت ايمجنج ريزلتس. خلينا نركز في القصه دي. عيان بيجي لي عنده 40 سنه فور اكزامبل او 50 سنه وبيشتكي من تيبيكال اتيبيكال تشيست بين وعنده ديسليبيديميا وعنده فاميلي هيستوري وسموك فيري كومن. البرزنتيشن واحد، عيان في الايج ده ميدل ايج وعنده ريسك فاكتورز وبيشتكي من تيبيكال اتيبيكال تشيست بين وعنده نورمال اي سي جي وهنعمل له مايوكارديال بيرفيوجن ايمج. واحد من السيناريو كان الريزلتس بتاعته دي، عيان جري كويس اتشيف ذا جود تارجت هارت ريت وده مهم قوي، وبعدين لقينا هوموجينس ابتيك في الاستريس وفي الريستنج ستادي في الشورت اكسس سلايسز في الفيرتيكال اكسس في الهوريزونتال اكسس. عشان بس نبقى اوير بالقصة سريعا، ده الشورت اكسس بنقطع الليفت فينتريك من الايبكس للبيز بنشوف الانتيرير رول والسبتم والانفيرير رول واللاترال. الفيرتيكال اكسس بنقطع من عند السبتم واحنا رايحين ناحيه اللاترال رول فبنشوف الانتيرير رول والايبكس والانفيرير رول. والفيرتيكال اكسس بنقطع فروم ذا انفيرير تو ذا انتيرير بنشوف السبتم والايبكس واللاترال. ده الاستريس بارت وده الريستنج بارت. هنلاقي انه اولموست ذير از نو ريفرسيبيليتي، معناها ان العيان ده هاد نو سكيم. نفس الكلينيكال سيناريو نفس الايج نفس السيمتومز والعيان بعد ما جري طلعت الريزلتس بتاعته هي دي. ديفرنت للعيانين الاثنين دول مختلفين جدا عن بعض. هنلاقي العيان ده عنده لارج برفيوجن ديفكت افكتنج ذا تريتوري اوف ذا ال اي دي على الاقل، العيان ده عنده على الاقل ال اي دي، ممكن يبقى اكثر من كده ممكن طبعا، انما الموست سيجنيفيكانت ليجن غالبا في العيان ده هنلاقي ال اي دي. جايز يطلع عنده سيرت ويطلع عنده رايت كورونري، انما السيجنيفيكانت الموست سيجنيفيكانت ليجن هنلاقيه في الليد. ودي حاجه برضو مهمه قوي خلينا فاكرينها، انه مش معنى ان انا قلت لك ان العيان ده عنده لارج بيرفيوجن ديفكت ده ال دي ان اللي عنده جارد اجينست بيكون عنده ال سي اكس او رايت كورونري، لان احنا وي ار لوكينج فور ذا موست سيجنيفيكانت ليجن وار نوت لوكينج فور ذا ابسولوت فلو تو ذا موست ليميتنج فلو ليجن. فالعيان عنده ريفرسبل بيرفيوجن ديفكت في الايبكس ديفينتلي هنا اهيت وفي الانتيري رول وفي الابر بارت اوف ذا سيبتم totally reversible defects. على الرغم من ان العيانين الكلينيكال سيناريو بتاعهم كان واحد، انما الايمجنج ريزلتس كانت مختلفه، وبالتالي الكلينيكال ديسيجن في العيانين هيبقى مختلف جدا. واحد هيمشي على ميديكال تريتمنت ريسك فاكتورز موديفيكيشن الاولاني اللي عنده ديسليبيديميا وفاميلي هيستوري وسموكر، الثاني ده ديفينتلي هي نيدز ريفاسكولاريزيشن باي اول مينز. اذا الاستريس برفيوجن ايمجنج برغم انه نون انفيزيف والاستريس بتاعنا فليكسبل، انت ممكن تعمل ان اكسرسايز او ممكن تعمله فارماكولوجيك، عندنا مشكله شويه في الفارماكولوجيك دلوقتي ستيل يو كان دو ديبيوتامين ستريس مع البرفيوجن ايمجنج. ات هاد ا بروفن هاي دايجنوستيك اند بروجنوستيك اكوراسي ريجاردلس اوف ذا ستريس تايب سواء كان فارماكولوجيكال او ستريس. فاليديتد يوز فور ريسك ستراتيفيكيشن، ودي اهميه النون انفيزيف الحقيقه. ابارت من الاناتومي يو كانوت دو ذا اناتومي properly by risk stratification، انما you can do it يعني الى حد ما، انما مش زي الايمجنج ابدا. يعني العيان ديفرنت اللي عنده 3 vessel disease في الاناتومي he will do worse عن العيان اللي عنده single vessel disease. الجيتد سبيكت ات امبروف ذا دايجنوستيك اكوراسي، ات ادز فانكشنال داتا
and it's a predictor for cardiac death اللي هي الإيجكشن فاكتور. زي ما قلت لحضراتكم tremendous amount of literature من السبعينات القرن الماضي والثمانينات أيام الثالية مروراً بالتكنيشن بتوري قد إيه الفاليو بتاعت الميوكارديال بيرفيوجن. ودي results بستادي اتعملت قارنت ما بين الاكسرسايز والفارماكولوجيكال ستريس في عدد كبير أو من العيانين ورت ان الانيوالايزد ايفنت ريت از انكريزد وذ ذا انكريزد بيرفيوجن ديفكت. العيانين اللي عندهم مايلد بيرفيوجن ديفكت دي هافينج ايفنت ريت اقل من المودريت بيرفيوجن ديفكت وديفرنت للعيانين اللي عندهم سيفير او لارج بيرفيوجن ديفكت دي دو ورس وذ ا فيري سيجنيفيكانت بي فاليو كومبيرد ايتش جروب تو ذا اذر. Cardiac mortality in men and women with diabetes, the worst is to have a diabetic woman with coronary artery disease, definitely. كلما زاد حجم perfusion defect, كلما predicted cardiac mortality, we are talking about mortality, كانت أكتر. The study اتعملت على almost 5,000 patients, عملها Daniel Perman from UCLA group 12 سنة 2003, بتوري clearly إنه العيانين اللي عندهم normal perfusion defects اللي عندهم normal perfusion study they having very low mortality. والعين اللي عندهم severe abnormality they having the highest mortality, especially the women when they compare to men population. Death with myocardial infarction, Ruri Hakomovich from UCLA group also published too many papers prove the same concept. إنه كلما زاد حجم perfusion defect, reversible perfusion defect, كلما event rate سواء كان death أو myocardial infarction كانت higher. It's proven again and again وأنا أعتقد الاسكيميا trial اللي جات في الآخر وكان فيها الفانكوتش trial والكارج trial سنة 2008 والفانكوتش سنة 1998 كلها بتأريد نفس المعنى. الاسكيميا trial السنة اللي فاتت ورد نفس المعنى تقريبا إنه كلما الاسكيميا زادت كلما البروجنوزيس كان أسوأ وكلما الحاجة إلى الريفاسكولاريزيشن كانت أشد. أعتقد السلايد ده very important بيورينا لو العيان ما كانش عنده large perfusion defect, العيان having small perfusion defect أو no perfusion defect والعيان ده تعمل له ريفاسكولاريزيشن definitely الأوتكام حيبقى أسوأ. الأحسن إن إحنا نkeep those patients on medical treatment. طب العكس بقى كلما زاد perfusion defect كل ما كان الريفاسكولاريزيشن افيد للعيانين. الايفنت ريت اقل في الريفاسكولاريزيشن مع اللارج بيرفيوجن فيكس اكثر من 10 او اكثر من 20%. And if you keep those patients on medical treatment the event rate is higher. Very clear, very clear. Again this is behind the Hakomovich group from UCLA, Dr. Berman and the Leslie Show. They published 2-minute trials proving the same concept. Patients with low, with no or low amount of ischemia, those patients should be kept on medical treatment. Revascularization is associated with higher event rates. Patients with large amount of ischemia, those patients should have revascularization because event rate is lower significantly than if you keep those patients on medical treatment. وده اللي بيلخص القصة كلها ان البروجنوستيك فاليو اوف نورمال اكسبكت ذا نورمال ستادي هافينج ذا بيست سيرفايفل اند ذا بيشنتس وذ سيفير ابنورمال بيرفيوجن ستادي دي هافينج ذا وورست سيرفايفل اند ذا بيشنتس وذ مايلدر مودريتلي ابنورمال ستاديز ان بتوين. عشان كده دايما بنقول ان اللي بيحكم البروجنوزيس هو الاماونت اوف سكيميا وليس الاناتوم. اللي بيحكم the prognosis of the patients in predicting outcome physiology trumps anatomy. It's ischemia that counts, مش الاناتومي هو اللي count. عشان كده بنقول ان the value of myocardial perfusion imaging in patients with coronary disease is not only yes or no diagnosis, rule in or rule out, لا الاهم هو كمان risk stratification وكمان الاهم هو assessment of prognosis of those patients وكمان planning for treatment. The slide is very important. العيانين if they having normal or near normal study you don't need more than risk stratification for those patients and risk factor modification. If the patient is mildly abnormal, more aggressive risk factors modification and the medical treatment. If the patient had moderately high or high amount or severe amount of ischemia, those patients needs revascularization. And keeping those patients on medical treatment, they having higher event rate. Very important.
كلام اللي بتكلموا فيه السكيمة سنة 2019 النيوكلير كارديولوجي قالوا من 20 سنة أو أكثر. أنا هأخذ حضراتكم بس في جورني كده في كلينيكال سيناريوز يوم شغل الحقيقة مثلاً, يعني ده كان يوم شغل, حوريكم الناس اللي بييجوا يعملوا مايوكارديال بيفيوجن إيميجينج ممكن يستفيدوا إزاي من الفحص. ده عيان نايف بيشنت ما هواش had no history of coronary artery disease, 56 years, complaining of chest pain, is a smoker and he had positive family history. أعتقد كلنا بنشوف العيانين دول day in day out. العيان ده كان resting ECG بتاعه normal, resting heart rate and the blood pressure is normal. He was exercised for 7 minutes and 6 seconds. مشكلة عندنا الحقيقة الـ exercise tolerance في مصر مختلف وبيختلف من مكان لمكان كمان ومن مستشفى لمستشفى according to the socio-economic standard بتاع العيانين. فدي حاجة المفروض ان احنا نشتغل عليها قوي to push our patients, our community to walk, to exercise, لان في مشكلة الحقيقة عندنا في القصة. العيان دي لسبع دقايق into stage 3 PRUS protocol achieved more than 85% of the target heart rate, almost 95%. His blood pressure response to exercise as well. No ECG changes and we stopped exercise because of fatigue and definitely after we achieved target heart rate. We do one day protocol. This is his resting ECG quite normal and this is his peak exercise out 7 seconds into recovery ECG and you cannot see any significant changes in his ECG. And this is his myocardial perfusion imaging and again this is the vertical axis from the septum to the lateral wall, anterior wall, apex inferior. This is the short axis from the apex to the base and this is the horizontal axis from inferior to the anterior. Anterior wall, apex inferior, anterior wall, septum, inferior, lateral wall, septum, apex, and the lateral wall, stress study, resting study, no reversible perfusion defect, and you can quietly send this patient to risk factors modification and follow-up. ده مش معناه انه ده for good, عشان جايز العيان ده after 2-3 years, الوارنتي بتاعنا is not more than 2-3 years. If the patient develop again, the chest pain, he must be re-evaluated. عشان كده العيان لازم يبقى على risk factors modification وregular follow up كل 3-4 سنين العيان يعيد الفحص تاني. أو لو عيان very high risk even لو normal perfusion we can do subclinical assessment for subclinical disease جايز يكون عنده شوية calcified plaques وياخد lipid lowering medications. إنما اللي احنا نقدر نحلف عليه من الفحص ده إن العيان had no flow limiting lesion وبالتالي العيان ده should be kept on risk factors modification and medical treatment if needed. Hypertensive محتاج علاج, dyslipidemic محتاج علاج, diabetic exceed. We can't results بتاعتنا العيان had normal LV size, normal RV size, normal lung uptake, no perfusion effects were detected and the study is normal. There is another patient, Mr. Diaz, 60 years, complaining of chest pain and he had hypertensive for 7 minutes. العيان كان كلهم في يوم واحد, أنا جبت الشغل يوم على بعض عشان نشوف قد ايه النيوكلير ايميجنج كان بينيفيتد بيشنتس فروم ديفرنت كلينيكال سيناريوز. العيان ده عنده 63 سنه, نوت يانج, ميدل ايج, جري 7 دقائق و9 ثواني على بروس بروتوكول, اتشيف فيري جود بيتس, والهارت ريت يعني سب ماكسيمال هارت ريت ريسبونس. احيانا في بعض الزملاء من الدكاتره بيحبوا يعملوا العيان ده وهو على الميديكال تريتمنت ما يوقفش, وده يعني sometimes it's a wise decision, خصوصا في العين اللي اتعمل لهم multiple interventions. عيان عمل PCI وعمل cabbage, يعني انا بدور هل العيان ده he can spend his lifestyle in a good way ولا لا. مش القصة احنا احنا لجمعية البطنة والسكر لدمياط. فالحقيقة احنا بنهنيهم وبنشكرهم ودايما بنقول ان احنا بارتنر ويعني شريك ضامن متضامن معاكم في كل انشطتكم العلمية. شكرا جزيلا وشكرا للسبيكرز الحقيقة النهاردة اللي امتعونا بمحاضرات عظيمة, الأستاذ الدكتور سامح شاهين, الدكتور إسلام بكرة إن شاء الله يكمل المحاضرة بتاعته. يعني طبعا الجلسة برعاية الأستاذ الدكتور خالد شكري رئيس الجمعية المصرية لأمراض القلب وبحضور الزملاء الأعزاء الأستاذ الدكتور حمزة أبيل نائب رئيس الجمعية وأنا أمين عام الجمعية, وطبعا احنا كل الشكر للأستاذ الدكتور أشرف طلعت
وللدكتور طارق سالم على الدعوة الكريمة، وخالص الشكر طبعا للسبيكرز المحترمين النهاردة، الأستاذ دكتور سامح شاهين والأستاذ الدكتور إسلام جوئي. وإن شاء الله نراكم قريبا في لقاء وتعاون كبير بين الجمعية المصرية لأمراض القلب وجمعية البطنة لدمياط والسكر. شكرا جزيلا. شكرا. مع السلامة. تفضل يا بيه. مع السلامة. شكرا جزيلا يا باشا. شكرا يا بيه. شكرا دكتور أشرف. شكرا يا بيه.